السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، عندنا تحديث جديد لأداة TFT Unlock المجانية بالكامل من صاحب الأداة. هاي الأداة تنفع جميع المبتدئين بالسوفتوير، بتغطي لك 60-70% من الأجهزة اللي ممكن تجيك في محلك، أو إذا أنت حاب تفتح جهازك في بيتك فيها عدد أجهزة كبير، ومجانية بالكامل بدون أي اشتراكات أو غير مخصصة للبيع بشكل كامل من صاحب الأداة. ياريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. راح أترك لك رابط تحميل الأداة موجود بالوصف، بعد ما تنزل الرابط بنزل عندك بالشكل هذا، يكون عندك موجود برنامج WinRAR لفك الضغط، تضغط كليك يمين وبتضغط على اكستراكت، مباشرة بطلع لك كلمة سر، تكتب TFT كابيتال أحرف كبيرة، بعدين بتضغط أوكي. هنا بلشت عملية فك الضغط، خلصت العملية بفتح الفولدر، بطلع لي الملف بالشكل هذا، بضغط عليه دبل كليك كبستين عشان يفتح معي السيت اب تبع الاداء عشان اثبتها على الكمبيوتر. ننتظر لغايه ما يفتح معنا السيت اب. يفتح معنا بالشكل هذا، نضغط على اكسبت الخيار الاعلى، بعدين التالي بطلب منا كلمة سر، برضو بنكتب نفس الكلمة TFT أحرف كبيرة، يعني بنكبس شيفت على الكيبورد وبنكبس الأحرف عشان تطلع الأحرف كبيرة. التالي هون بشرح لنا شوية عن التحديثات، رح نشرحها الآن. هون بنحط صح عشان تنزل لنا هون على الديسكتوب، تالي وأنستول. الآن رح يقوم بعملية تثبيت الأداة على الكمبيوتر، ننتظر العملية لتتم بشكل كامل. ياريت إذا كنت لسه مش ضاغط لايك تضغط لايك، اللايك كثير بدعمني يا جماعة أكمل بهذا المحتوى وانتشار للفيديو بشكل كامل. سبب غيابي الفترة الماضية أني كنت مشغول كثير في الأداة الجديدة، أداتي لـ FW Unlock Tools مختصة بالآيفون تخطي الآي كلاود. مجرد ما انتهي منها راح نزل الفيديو الأول إلها بعد هذا الفيديو مباشرة، وبعدها راح تنزل أداة للأندرويد برضو إن شاء الله. زي ما انتم شايفين الآن بيقوم بعملية تثبيت الأداة على الكمبيوتر، ننتظر لغاية ما تكتمل بشكل كامل. فيها تحديثات ممتازة، أجهزة انضافت عليها عدد أجهزة كويس، الخيارات كمان للسامسونج وللهواوي للأوبو نوكيا. زي ما انتم شايفين عملية التثبيت، هذا الوقت الفعلي لعملية التثبيت. زي ما شفتوا خلص، بنعمل التالي، نعمل فينش. هيك خلصنا الخطوة الأولى، بنسكر الشاشة
زي ما شفتوا طلع لنا خيار هون TFT Unlock، نضغط عليه دبل كليك عشان يفتح معنا البرنامج. نعمل يس. ننتظر لتفتح الأداة. طبعا شرحت في الفيديوهات السابقة الناس اللي عندها مشاكل في فتح الأدوات أو الأدوات ما بتشتغل عندها بشكل كامل، يعني الخطوات اللي لازم تعملها، لازم يكون في عندك مشغلات موجودة من الويندوز أصلية، يعني هي أصلا مفروض تكون موجودة في الويندوز بشكل عام. راح أترك لك رابط الفيديو موجود بالوصف. إذا صار عندك أي مشكلة زي ما شفتوا الإصدار 3.3.0.0، راح أغير الروابط في كل الفيديوهات اللي شرحتها مسبقا. مجرد ما فتحت معي بالشكل هذا بضغط على لوج إن. إذا ضغطت على لوج إن وأعطاني نو إنترنت أو أعطاني أي خطأ، ترجع للفيديو اللي راح أترك لك إياه بالوصف عشان تنزل هاي البرامج وتشتغل معك الأداة بشكل كامل 100%. ننتظر لغاية ما تفتح الأداة. زي ما شفتوا فتحت الأداة بشكل كامل. أول شيء هنا أعطانا التحديثات اللي تمت على الأداة. بالنسبة للهواوي انضافت هاي الأجهزة، وعندك هنا السامسونج زي ما شفتوا في أجهزة كويسة A52 A71 Note 10 S10 S20 S21 S23 Z Flip Dead Boot Repair. طبعا هذا كتير مهم خصوصا الـ A04 للناس اللي بموت الجهاز لما تيجي تعطيه FRB أو كذا. الـ A12 هاي هي التحديثات اللي تمت على الأداة. اثنين اختلف شوي في الواجهة تاعت الأداة، صارت شبيهة 90% لأداة Unlock Tools. أول خيار راح أفتحه خيار السامسونج. هذا خيار السامسونج زي ما أنتم شايفين، هاي هي أجهزة السامسونج المدعومة في الأداة، هاي الخيارات اللي موجودة. طبعا نضاف خيار البرير لودر، صار عندك هنا عليه عدة خيارات منها الـ A04 اللي كلنا يعني في دائما في مشكلة على الـ A04. عندك هون الفانكشن والأودم مود الـ FRB برضو، وعندك هون خيارات الإصلاح الإيمي. زي ما أنتم شايفين خيارات ممتازة للشغل، وأنتم يعني خصوصا الناس اللي بتشتري أدوات بتعرف أنه هاي الخيارات ممتازة للشغل، تغيير سيريال نمبر، تغيير الإيمي بوت للروت. عنده هون كمان خيار أودن فلاش نزل، تقدر تعمل فلاش للجهاز السامسونج بشكل كامل من خلال الأداة. نروح على الإكسانيوم زي ما شايفين هاي خيارات الأجهزة برضو نفس الشيء، فانكشن الفاست بوت ريكفري وخيار الميتا. هاي الخيارات كلياتها للتحديثات الحديثة لأداة Unlock Tools. فأنتوا زي ما انتوا شايفين صارت الأداة شبيهة كثير يعني بتحديثاتها للأنلوك تولز. شفنا لينوفو، هاي أجهزة النوكيا، هاي أجهزة الإنفينكس، تقدر تشوف الأجهزة موجودة. طبعا خياراتها بالفانكشن تبعها في خيار الفاست بوت كل جهاز مكتوب هون، وخيار البروم، واحنا شرحنا في فيديوهات سابقة كل جهاز يعني بصح لنا بنشرح عليه فيديو طريقة تخطي حساب جيميل او الام اي كلاود او اي كان. نروح على الهواوي، هواوي فيها عدد اجهزة كتير، تم اصلاح جميع خيارات الكايرن خصوصا ال 710 عليه اكثر شيء طلب. وعندك هون اجهزة الهونر والهواوي بشكل كامل. بنروح على الأوبو،
برضو أجهزة الأبو زي ما أنتوا شايفين هيك مرور سريع بمر عليها. الأبل زي ما هي بس توقعت أضيفوا عليها الرام ديسك، ولكن في هذا التحديث ما ضافوا الرام ديسك، ولكن تقدر تستخدم خيار البير بالمود للأجهزة اللي بتدعم غيار السيريال نمبر. تقدر تغير السيريال نمبر للأجهزة من خلال هذا الخيار، راح نشرح عليه برضو فيديو. عندك هون الفيفو، وعندك برضو الميديا تيك، خيارات الاف ار بي، تقدر تعطيه فلاش برضو من هون الخيار الموجود هون. تقدر ترجع للفيديوهات السابقة او قائمة التشغيل تي اف تي بتلاقي فيديوهات مشروح فيها طريقة التخطي من القناة مباشرة. تفوت على قائمة التشغيل تي اف تي بتلاقي فيديوهات شارح فيها طريقة التخطي في تي اف تي. نروح على الفيفو زي ما انتم شايفين عد اجهزة الفيفو التكنو، الاداء شاملة تقريبا يعني كل انواع الاجهزة اللي بتمر عليك بشكل عام. عندك هون الكوالكوم، هنا اليونيفرسال بتلاقي فيها الايتل والكتل واسوس وبلو ولافا وتي سي ال ويكو موتورولا طبعا واتش تي سي. الاجهزة الثانية اللي مش عليها طلب كبير راح تلاقي ون بلس كده، راح تلاقي في هنا في اليونيفرسال راح تلاقي هاي الخيارات. سبريد روم برضو هنا هاي الخيارات تبعته، برضو هون بتقدر تختار سيرفر، خيار سيرفر تختار هون البراند مثلا اللي بدك اياه تكنو مثلا، وتختار هون نوع الجهاز تعطيه مثلا من هون خيار اف ار بي. ونروح على خيار اندرويد هون عشان تطبيقات، تنزيل التطبيقات على الجهاز سحبها وتاخذ باك اب ارجعها. نروح على خيار ال جي، هاي اجهزه ال جي المدعومه، وعندنا هون اسوس برضو هاي اجهزه اسوس المدعومه، بي سمارت هاي هي الاجهزه. في عندك خيار تيست بوينت، هنا كان الخيار فيه مشكله في الاعداد السابق ولكن تم حل المشكله، انه انت الان تقدر تختار الجهاز التست بوينت، بتشوف الجهاز تبعك مثلا A03 بتختار A03 بحل، بيعطيك وين تحط الخيار النقطه الاولى مع النقطه الثانيه عشان تدخله وضع الايديال وتعطيه خيار الاف ار بي. عندك A12 زي ما انتم شايفين يعني معطيك الخيارات كلياتها بشكل كامل. عملوا اصلاح لهاي المشكله بالأجهزة عشان انه تشتغل، كانت مش شغالة في الاصدارات السابقة والان اصبحت شغالة بشكل ممتاز. هذا كان شرح مبسط وسريع جدا للأداة. راح اترك لك رابط بالوصف لتحميل الأداة، زائد رابط الثاني لفيديو الا الناس اللي بتواجه مشكلة في تشغيل الأداة. صار عندك مشكلة ما اشتغلت معك الأداة، مباشرة بتروح على الفيديو الثاني بتنزل البرامج اللي أنا ترك لك إياها بالوصف وشرحها، بتنزلها بشكل كامل، بتعمل ريستارت للكمبيوتر، بعدين بتنزل الأداة بتشتغل معك بشكل كامل. ياريت إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس حتى يوصلك كل جديد، ولا تنسى اللايك للفيديو بدعمني كتير في إنه ينتشر الفيديو. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.